إذن أحمد حماني هو هذا المسار كله من النشاط والحيوية ومن الكفاح ومن النضال. طبعاً ملخصها، أنا لخصتها في فترة أساسية وهي التميز، التميز في حياة الشيخ أحمد حماني، أو ما هي ملامح هذه الملامح التميز اللي هي التي يجب أن نستخرجها حتى نعطي للشيخ أحمد حماني مكانته في التاريخ، التاريخ الفكري والثقافي في الجزائر. هذه الملامح الأساسية ألخصها، يعني المحاضرة لخصتها بسرعة هنا. في أولاً شيء يعني ما هو يميزه عن الآخرين، عن الآخرين، أولاً التفوق الدراسي، التفوق الدراسي. الشيخ أحمد حماني كان متفوقاً في دراسته، يعني درس في طبعا انا بسرعه مثلا توقف على دراسته على الشيخ ابن باديس في جامع الاخضر، درس له سنوات على الشيخ ابن باديس يعني 3 سنوات، درس ايضا في جامع الزيتونه، تحصل على شهاده التحصيل 36، شهاده التطويع في 40، شهاده العالميه في 1943، يعني 3 شهادات كلها في جامع الزيتونة. الشيخ ابن باديس فكر في 38 وراسل الأزهر، وراسل الأزهر في 38 أنه حتى يقبل 5 من أحسن طلبة ابن باديس، 5 طلبة منهم الفضيل والتلالي، أحمد حماني، الغسيري محمد الغسيري، إسماعيل العربي، ومصعب بن سعد هذا الجيجلي، هذا 5 يعني راسل الشيخ الأزهر بن باديس الأزهر حتى يواصلوا دراساتهم، يمكن 5 المتفوقين حتى يواصلوا دراستهم في جامع الأزهر، بالإضافة إلى هذه الشهادة. إذن فيه تفوق، في التفوق الدراسي، تفوق الدراسي كان طالب. نعم، أيضا باختصار شديد باش ما نطولش عليكم، أيضا فيه نقطة مهمة جدا وهي المسؤولية المبكرة، المسؤولية المبكرة، بمعنى أن ابن باديس كان هو أستاذه، فكان يهيئه، كان يهيئه وهو كما راكم تشوفوا في هذه الصورة، أنه هذا يعني في هذا السن 16 17 سنة يجول في القطر، خاصة في الشرق قرى قرى وعلى الأقدام، طبعا هذا مش مهمة سهلة، ويقنع الناس باش يقراوا البصائر، يقنع الناس باش يقراوا الشهاب، يقنع الناس باش يديروا اشتراك في البصائر، يديروا اشتراك في الشهاب.